وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم ركن مبارك علي النعيمي، رئيس شعبة القوة الاحتياطية والمتطوعين والشهداء من مرتب مديرية شؤون الضباط والأفراد بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. أهلا بك في نشرة الثامنة. بداية، ما هي الخدمات التي تقدمها قوة دفاع البحرين لأبناء وأسر الشهداء؟ يعطيك العافية ومساك الله بالخير. الله سيكون انتهت هذه الفرصة اللي هو الغالي علينا. أتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد الغالي الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الغالي الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع شعب البحرين الوفي بمناسبة مرور 51 عام على استقلال وعيد جلوس ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. نحتفل في هذا اليوم الموافق 17 ديسمبر من كل عام والذي يصادف فكرة تولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم بيوم الشهيد البحرين. هذه اللفتة المميزة من جلالته تدل على المكانة العالية التي يحتلها الشهداء في قلب وجدان القيادة والشعب لما قدموا من تضحيات لهذا الوطن. بالنسبة الله يسلمك حق اللي هو السؤال الأول، الله سنت تسعى اللي هو قوة دفاع البحرين والحكومة الرشيدة في تقديم أفضل خدمات لأبناء وأسر الشهداء وتحقيق كافة السبل من أجل حياة كريمة واستقرار نفسي ومعنوي من خلال توفير السكن الملائم لأسر الشهداء ضمن خطة المشاريع الإسكانية التي توفرها الدولة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان، وترميم وتأثيث المنازل والصيانة الدورية بالشراكة مع الصندوق الملكي. نعم، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لسامي لهم في مستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري، وتوفير الضمان الاجتماعي وتقديم المساعدات المالية والعينية مثل له السلة الرمضانية وكسوة العيد، طبعا بالشراكة مع الصندوق الملكي شهداء الواجب. الله سلك. ومن اللي هو الناحية الدراسية تهتم القيادة العامة بتعليم أبناء الشهداء من خلال توفير بيئة مناسبة لضمان مستقبلهم بتعاطي الجامعة الحكومية والخاصة داخل وخارج مملكة البحرين، وتوفير فرص عمل مكتمل في مختلف مجالات قوة الدفاع البحرين حسب تخصصاتهم الدراسية. نعم، بكل تأكيد مقدم مبارك، أبناء الشهداء هم أبناء البحرينيون جميعا وهم أبناءكم أيضا. هل تحدثنا عن كيف يتم إشراك أبناء الشهداء في العديد من الفعاليات المحلية، وهل هناك أيضا فعاليات سنوية تقام لأبناء الشهداء؟ أي نعم، الله يسلمك اللي هو يتم إشراك أبناء الشهداء في العديد من الفعاليات المحلية. الله يسلمك اللي هو تقريبا اللي هو عندك 9 فعاليات هالسنة اللي هو في 2022، ومن ضمنها الله يسلمك اللي هو تقريبا اللي هو وفي فعالية الله يسلمك اللي هو سنوية اللي هو التشرف على سيدي جلالة الملك، وفعالية الله يسلمك اللي هو سمو قائد الحرس الملكي، وفعالية الله يسلمك اللي هو عيد الأم، والله يسلمك بعد اللي هو احتفال بشكل سنوي اللي هو الله يسلمك اللي هو في نادي اللي هو مبنى غير العامة بشكل سنوي طبعا هذه في كل عام. نعم، شكرا جزيلا لك المقدم ركن مبارك علي النعيمي، رئيس شعبة القوة الاحتياطية والمتطوعين والشهداء من مرتب مديرية شؤون الضباط والأفراد بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. شكرا لك على هذه المداخلة.